وحذرت من فكره ان احنا ما نعملش فاولات على ال 18، ما ناخد بالنا من الكور العاليه. وفعلا اللي انت قلته بالظبط هو اللي حصل، ان الفاول اللي جه لسنجيده في بدايه الشوط الثاني هو اللي جه منه الهدف. بتشوف انه ريكاردو لم يحسن التعامل مع الشوط الثاني؟ لا، انا شايف ان احنا هنفضل لحد امتى في مقوله احنا لسه في بدايه الدوري. العالم كله بيبدا الدوري واحنا مش متخيلين الناس بتلعب ازاي. احنا لحد امتى هنقول اللي احنا لسه في فتره بدايه موسم؟ لحد امتى هنقول لسه اللعيبه مش جاهزه؟ الدنيا اتغيرت واحنا لسه ما زلنا في مكاننا، وده بان النهارده في الشوط الثاني. وانا قلت لك كده، كلامك بتقول ان انت بتحذر. بحذر لان طبع اللعيب المصري اللي هو دايما بيعلق الشماعه، دايما بيعلق الشماعه اللي احنا لسه في بدايه موسم. حتى الاجهزه، حتى الناس تتكلم اللي احنا لسه ما بداناش، لسه في بدايه موسم، ولسه بنبدا في بدايه موسم وكل حاجه، انا معاك. ولكن لما يكون الامور سهله يا عمرو، صح، انت بتصعبها على نفسك. وده اللي احنا قلناه الشوط الاولاني، الماتش كان سهل جدا، ماتش كنت تطلع بنتيجه على الاقل، على الاقل تجيب هدف. هدف بالنسبه لك بره ملعبك بيديك اريحيه، وده حصل الشوط الثاني. شفنا الفرقه وشفنا، قلنا يا ابراهيم ما تامنش لافريقيا وانت بتلعبها بره لاي فرقه من افريقيا، وده شفناه. وقلت لك وانت بتقول لي 6 اهداف من 6 مباريات، قلت لك اصعب حاجه في افريقيا الكور الثابته، وده معروف في تاريخ في افريقيا كلها، واحنا في خلال الانديه والمنتخبات اصعب حاجه كنا بنقابلها هي الكور الثابته. لان انت طول ما انت بتدافع واقف في الكوره مع الفرقه الثانيه وانت واقف بتدافع سهل جدا، انما في الكور الثابته، وده شفناه النهارده لما جن الشال واحده في بدايه الشوط الاولاني على طول. لا، ده بدايه بقى الماتش باين الفرقه اللي هي نازله الشوط الثاني عايزه تكسب، ما بدات الشوط الثاني ودي جنش طبعا في بدايه الشوط الثاني طلع واحده من هنا، الحذر من هنا بدا. هي دي الكوره. بص التمركز، تمركز فريق مودرن فيوتشر غير موفقين الشوط الثاني بالمره. بص بقى هنا انا عايز اتكلم، بس وقف 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 وقف، لا ارجع بقى، ارجع والكره الثابته بقى. بص بقى، بص الراجل اللي جاب الجون فاضي ازاي ورا ابراهيم. وبص بص اصلا التمركز كلنا اقف اقف، بس استنى، بص الراجل اصلا من بدايه الكره، معلش انا اسف، ارجع بقى من بدايه الكره خالص وشوف الراجل ده لوحده. بص كام واحد احمر، 1 2 3 4 5 6 7 8 واقفين، ماشي، على كام واحد؟ على 5. والراجل لوحده اصلا، يعني الراجل اللي جاب الجون ابراهيم اهو لوحده. لوحده. طب هل ده يعقل ان احنا بنلعب في بطولة افريقيا ويبقى منظرنا في الحالة الدفاعية بالشكل ده؟ الف به كورة ان كل واحد مع واحد ويبقى فيه لعيب زيادة. دايما كده، ده الف به كورة. فالنهاردة ازاي ان انا في اول 5 دقايق في الشوط الثاني او 6 دقايق من الشوط الثاني يجي فيها جول؟ وده اللي احنا قلناه، مش معنى اللي احنا بنقول في بداية الماتش ربع ساعة لازم تأمن كويس فهي بس الماتش خلص، لا، برضه نفس الشيء بداية المباراة ونفس بداية الشوط الثاني لازم تبقى مركز كويس جدا جدا. النهاردة انا شايف ان مودرن فيوتشر قصر وخسر مباراه كانت في المتناول. تغييرات انا شايف، حتى انت لسه الراجل بص على الاحصائيات هتلاقي الاحصائيات يعني متقاربه، الفكره بس كلها ان سنجيده كان مؤثر اكتر على المرمى. انا انت الشوط الثاني يا ابراهيم احنا ما شفناش مودرن فيوتشر راح بهجمه، ما شفناش ضيع جول، ما شفناش الكلام ده خالص. لا يعني مع التغييرات، انا خلال 45 دقيقه قاعد اربع تغييرات، انا قاعد افكر يا عمرو، اربع تغييرات افتكر ان الجون صد حاجه حارس مرمى سنجيده، ما فيش اي حاجه. حتى التغييرات أربع، انا مش بنحمل، مش بنحمل، احنا لسه برضه بنقول لسه مدير فني ولسه بيكتشف حاجات، لكن في الاول في الاخر اللعيبه نفسها عليها دور. البعد، المسافات ما بين اللعيبه بعيد جدا. التغييرات اللي اتعملت انا شايفها معظمها عشوائيه شويه، لان انت لما بتغير بتغير لهدف معين، بتغير انت عايز تلعب في مساحه، عايز تحتفظ بالكوره، عايز تمتلك الكوره في النص الامامي عشان تقدر تستحوذ تطلع الباكين. انت النهارده تغييره عمر كمال اللي كان فايق الشوط الاولاني عامل جبهه مع علي زعزوع اللي هم كانوا زعزع اللي كانوا الافضل، افضل ناس الشوط الاولاني، انت طلعتهم، ما طلعتش عمر كمال. لكن انت عمر كمال كان مديك قوه هجوميه ناحيه اليمين، صحيح، فاهمني، رحت جايبه ناحيه الشمال، برغم انت ممكن عندك زي طارق طه بره.